تكون ورشات أو حل العربي مع القضية الصحراوية في أزمنة وظروف. الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، الندوة التي تعالج على مدار يومين القضية الصحراوية والعالم العربي بشكل عام من جوانب عديدة دبلوماسية وثقافية وسياسية وإنسانية وحقوقية أيضا، وإن شاء الله ستكون لها توصيات ومخرجات ويعني نتائج إن شاء الله، أقلها هي توسيع رقعة التضامن العالمي والعربي مع القضية الصحراوية.